السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة عالم الزراعة على اليوتيوب. إن شاء الله النهارده حلقتنا هتكون عن الشتلات اللي بنشتريها، شتلات الأشجار اللي بتكون ليها طولها زيادة أزيد من متر. الشتلات دي بيتم عمل عملية ليها وهي عملية قرض الشتلات. عملية قرض الشتلات دي يعني قص الشتلة، تربيتها، بعد زراعتها يتم قياس متر بالضبط، وبعدها يتم قص للشتلة بحيث تبدأ تنمو تفرعات جديدة للسنة الجاية عشان تبدأ عملية التجليم السنوات القادمة. طبعا في بعض الأخوة ما بتنتبهش للمعلومة دي وبتترك الشتلة طويلة وميلة من غير ما يتم قصها أو يتم عمل لها دعامات تسندها عن طريق وضع عصي، ظنا ان هي كده كبيرة وان هي هتسمر في وقت مبكر. يعني اللي يقول لك مثلا المبتدئين مثلا في الموضوع ده بيقول لك انا لو قصيتها ممكن هتاخد مثلا 3-4 سنين وهتتاخر الاسمار بتاعها، فبيتركوها بطولها ده الكبير اللي هو ازود من متر، سواء متر ونصف او مترين. فان شاء الله هنشوف دلوقتي ازاي انا قمت بعمليه القرض. عمليه قرض الشتلات بتكون في ميعادين. الكلام ده اللي احنا بنتكلم عليه القرض بيكون في السنه الاولى من الزراعه. الميعادين اللي بيكون فيهم يلا نزرع الشتلة في الشتاء قبل الانبات او وقت السكون، يعني قبل ما تسهر العصارة فيها، بيتم قرطها، يتم قياس متر ويتم قرطها من فوق، اصغر من متر يتم ازالته على طول. دي حاجة تانية. الحاجة ده الميعاد الاولاني. الميعاد الثاني هو اللي بيكون في وقتنا الحالي بعد ما الشتلة تبدأ فيها سلان العصارة وتنبت اوراق. نبدأ احنا من نظريا كده نشوف الافرع اللي نامت جديدة، سواء يتم ازالة الافرع اللي بتكون مثلا بدأ انباتها من الاسفل، اذا كانت الشتلة مطعمة فاللي بالاسفل ده بيكون الاصل ده يتم ازالته. ليه؟ لانه هيخرج نفس نوع الاصل، بس احنا عايزين الطعم، يعني ايه فوق التطعيم هو اللي يفضل، اي نبتات مثلا تفضل، بس اللي اسفل التطعيم ده اللي بيتم ازالته. ان شاء الله هنشوف معاكم دلوقتي. فانا اخترت الميعاد ده بحيث اعرف الافرع اللي صارت فيها العصارة، اعرف البراعم اللي بدأت تنمو واللي هتبدأ تنبت ان شاء الله في السنوات القادمة. فانا اخترت الميعاد ده. يلا نشوف ازاي قرطهم وازاي ازلت اللي هي البراعم او الافرع اللي كانت مأنبتة اسفل اللي هو ايه الطعم اللي هو اللي بيكون الاصل. يلا بينا. زي ما حضراتكم شايفين دي شتلة التوت العماني اللي احنا زرعناها السنة دي، وباقي الشتلات اللي احنا زرعناها السنة دي اتمنى تشاهدوا فيديو زراعتها. ده زي ما حضراتكم شايفين مكان التطعيم، يعني لو جينا قربنا هنا اللي بيكون هنا بالظبط بيتم ازالته، لانه ممكن يكون الاصل. اما اللي فوق اللي هو التطعيم زي ما حضراتكم شايفين ده بيتم تركه وتربيته. طبعا هنوريكم دلوقتي شكلها. ده طبعا العصا اللي احنا قمنا بعملها كدعامة لانها كانت واخدة ميلان، فقمنا بوضعها او دقها في الارض وربطناها بخيط عشان تبقى الفرع مستقيم. ودي البراعم ان شاء الله اللي هتبدأ زي ما حضرتكم شايفين في الانبات، الافرع اللي احنا بعد كده هيتم تجليمها. تركنا الفرع ده، تركناه عشان بحس يكون ايه، يكون سحاب للعصارة ينمو وكمان تغذي باقي اللي هو الغصن ما انبتش فيه البراعم، بحيث العصارة ما تتوقفش فيه او يؤدي الى موته. فلازم نكون واخدين بالنا من المعلومة دي. دي شكل شجرة التوت العماني زي ما حضراتكم شايفين امامكم. ولو جينا هنا دي شجرة الكاكا زي ما حضراتكم شايفين، كل البراعم اللي كانت موجودة قمت بقصها اللي هي من الاسفل، وتركت الاغصان دي
غصن 2 3 4 5 خمس افرع باذن الله هيتم التربية عليهم ويبدأوا في النمو. لو جينا هنا دي شتلة او شجرة الكمثرى او الاجاص زي ما بيطلق عليه، نفس المعاملات برضو زي ما حضرتكم شايفين امامكم. هنوريكم برضو دلوقتي النتيجة او الشكل بعد ما يتم الانبات ازاي. ده شكل اللي هو شتلة التين، برضو زرعناها الثانية مكان القص زي ما حضرتكم شايفين امامكم. ده مكان القص، الافرع بدأت في النمو، براعم جديدة. الافرع دي بعد كده هي اللي هتبدا في النمو، وهيتم برضه تجليمها مره اخرى، وكمان هتبدا في الاثمار السنه الجايه باذن الله. ده كان الفيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا منه وقدمت معلومه اذا كان ما يعرفهاش احد الاخوه المبتدئين في زراعه الشتلات، ان ما تتغرش بطول الشتله، فلازم تتم عملية القرض دي سواء في الشتاء أو في وقتنا الحالي بعد سلام العصارة وإنبات الأوراق وكبر حجمها، لكن ما تديش في وقت الربيع وهي لسه بتنبت الأوراق أو البراعم لسه ما أنبتها صغيرة زي كده مثلا، وتبدأ بقرض الشجرة أو تبدأ بقرض الشتلة. لا، ليتم لقبل سلام العصارة وقبل إنبات اللي هو الكلام ده، يلا تزرعه في الشتاء الشتلة، يلا تزرعها في الشتاء، لإما في وقتنا الحالي بعد الإنبات وكبر الأوراق زي ما حضراتكم شفتوا في الشتلات اللي أنا زرعتها. ياريت تشاركوا الفيديو لعل وعسى أحد محتاج معلومة ومش عارفها ممكن يستفاد من الفيديو ده. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.